فلا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس إلى الانعقاد. زعيم دولة القانون نور المالكي يرهن إعادة الانتخابات وتغيير النظام بعودة مجلس النواب كي يناقش هذه المطالب. بعد تحولها لقضية رأي عام، بوابة عشتار تتنازل عن 600 مليون دولار، والأمر مثار شك ودوران في حلقة الفساد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. في حصاد هذه الليلة، كثيرة هي التقلبات السياسية اللي مر بها العراق بعد الانتخابات الأخيرة اللي كانت مبكرة لكن نتائجها متأخرة إلى هاي اللحظة، ما تركت أثر التغيير في العملية السياسية. اليوم جاءت المطالب من زعيم التيار الصدري بإعادة الانتخابات، لكن المراقبين والخبراء بهذا الشأن يقولون لا أصل قانوني يتيح إعادة الانتخابات دون الرجوع للدستور. وبهذا الصدد اتجه خطاب السيد المالكي معاضدا لهاي الأقاويل ومتمسك برأي المتمثل بعدم حل البرلمان دون عودة عمل مجلس النواب اللي هو يقرر سواء حل البرلمان والتوجه لانتخابات جديدة أم لا. بالجانب الآخر من ملفات حصادنا لهذه الليلة، راح اتناول موضوعة مصرف الرافدين بعد أن كبل نفسه بشرط جزائي مقداره 600 مليون دولار مع شركة أشتار لعدم التزامه بتطبيق عقد سابق بين الطرفين. ورغم إسقاط دعوى المبالغ المطالب بها، إلا أن الأمر أثار جدل واسع ودفع القضاء لتشكيل لجنة من الجهات الرقابية ذات العلاقة لعدم القيام بواجباتها في متابعة هكذا عقود تستغل الثغرات. إذن مشاهدينا الأحبة، تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا في حصادنا لهذه الليلة. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. الكل يعلم أنه احترام وهيبة الدولة من احترام الدستور العراقي وما يحمل بين طياته من مواد تصحح المسارات المغلوطة عند البعض. لذلك سعى الإطار الشيعي بما فيه زعيم دولة القانون إلى تطبيق القانون بالأساليب الممكنة نوعا ما، يعني مجيء الإطار بشروط لقبول إعادة الانتخابات أحد أوجه الرجوع إلى الدستور. كذلك خطاب السيد المالكي الأخير برفضه لإعادة الانتخابات إلا في حال استؤنف عمل البرلمان والنظر بما يشرعه من قرارات. إذن مشاهدي الأحبة، نفتح هذا الملف لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. فلا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس إلى الانعقاد، وهو الذي يناقش هذه المطالب وما يقرره نمضي به. في كلمته الأخيرة بمناسبة يوم عاشوراء، يجدد زعيم ائتلاف دولة القانون تمسكه بما يتماشى وفق الأطر القانونية والدستورية، فلا انتخابات جديدة إلا بعودة مجلس النواب لاستئناف عمله، فهو المشرع القانوني لتلبية هذه المطالب. بالوقت الذي يرى مراقبون صعوبة عودة مجلس النواب مع تمسك التيار الصدري بخياراته، إما استمرار الاحتجاجات أو إعادة الانتخابات دون الرجوع إلى البرلمان. فتقاطع الآراء بين مؤيد ومعارض تزيد من سخونة المرحلة الحالية، خصوصاً وأن قرار إعادة الانتخابات لا يمكن تمريره دون الرجوع إلى البرلمان أو وجود حكومة مؤقتة، فهذا ما يتضح جلياً مخالفة للقانون، بينما خطاب المالكي الأخير جاء قاطعاً مانعاً لكل التجاوزات التي تعتلي القانون
لئلا تختلط الأوراق من قبل أطراف أخرى بين الإصلاح الحقيقي الذي يستند على أحكام القانون ومواده والشعارات التي تقدم بطبق من ذهب للمتصيدين بالماء العكر لدخول وساطات خارجية لا تهتم بإصلاح الواقع السياسي للبلد بل تقدم مصالحها على عرش الصراعات. فيرى المهتمون بأمر الساحة السياسية أن الانتخابات المبكرة يعني العودة إلى الصدامات الأولى في المربع الأول من خطوات المسير نحو إعادة إعمار العملية السياسية، وهذا ما لا تحتمله المرحلة الحالية دون إقرار القانون بذلك وفق آليات دستورية صحيحة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين الأستاذ جمعة العطواني رئيس مركز وفق دراسات استراتيجية، حياك الله أستاذ جمعة ضيفا كريما، والدكتور علي التميمي الخبير القانوني، حياكم الله دكتور. الله يحييك. ونبدأ الحوار حول هذا الموضوع المهم والحساس ومستجد ذاته لهذا اليوم. أستاذ جمعة، القضاء الأعلى أعلن أنه ما يمتلك صلاحيات دستورية لحل البرلمان، ولكن اليوم خلينا نحكي عن التداعيات السياسية، خطاب السيد المالكي، تغريدة السيد الصدر، يعني على طرفي نقيض، بالتالي المواطن أصبح في حالة تشويش، كيف تنظر إلى هذه الجدلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدي التحية لحضرتك أستاذ أحمد وضيفك الكريم أستاذ علي وفي قناة الأيام الأفاضل. هذا التشويش بالتأكيد لأنه بعض الزعامات السياسية لم تسلك الطرق القانونية والدستورية في الوصول إلى حلول من شأنها أن تكون وسطية أو مقبولة لدى الجميع. يعني اليوم وأنا أقرأ رسالة أو بيان السيد مقتدى الصدر ويحمل مجلس القضاء الأعلى مسؤولية عدم إيجاد حل لهذه القضية، ونحن نعلم جيدا أنه أبسط مراقب للعملية السياسية يعلم جيدا بأن هنالك صلاحيات حصرية للمحكمة الاتحادية هي المعنية بتفسير مواد الدستور، وكذلك هي المعنية بالبت بهذه النزاعات الدستورية. مجلس القضاء الأعلى مؤسسة مستقلة بعيدة كل البعد عن مؤسسة مستقلة أخرى اسمها المحكمة الاتحادية، فكان يفترض بالسيد مقتدى الصدر أن يوجه رسالة إلى المحكمة الاتحادية مسببة من خلال السياقات القانونية، كما اليوم قرأنا في بعض الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية. فعندما يرى المواطن العراقي بأن زعامة بحجم السيد مقتدى الصدر يحمل القضاء أو يطلب من مجلس القضاء الأعلى للتدخل في قضايا هي ليس من اختصاصاته، في المقابل هنالك سياقات دستورية يريد الأطار، وتحديدا ما غرد به وأيضا ألقاه في كلمة أيضا السيد المالكي بأن هنالك سياقات دستورية لابد أن تتبع وفق المادة 64 من الدستور العراقي لقضية حل البرلمان وآليات حل البرلمان. هذا أولا. ثانيا، هو ما هو الهدف الأساسي؟ إذا نتحدث بالأبعاد السياسية، ما هو الهدف من إجراء انتخابات مبكرة؟ هو للوصول إلى حل الانغلاق السياسي، هذا أولا. هل من خلال الانتخابات المبكرة بقانونها الحالي النافذ وبمفوضيتها المتهمة هي أصلا بالفساد النافذة، وبالحكومة التي هي أكثر مؤسسة فاسدة أصبح للقاصي وللداني والشركة الأخيرة اللي أصبحت فضيحة كبرى في تاريخ الحكومات العراقية، هل هي مهيئة لإجراء انتخابات؟ هذا أولا. هناك طعن من قبل المحكمة الاتحادية أصلا بقانون الانتخابات في قضية العد والفرز اليدوي اللي حصل به طعن، وكسب الطعن من قبل الجهات التي قدمت ذلك الطعن. هذه التفاصيل كلها يعني ناقشها بالدقة. ورحب مجددا بحضرتك دكتور علي التميمي. يتحدث ضيف الكريم أن موضوع توجيه التغريدة من قبل السيد الصدر إلى مجلس القضاء الأعلى كان يفترض أن تكون المحكمة الاتحادية، ما الفرق القانوني بين المؤسستين القضائيتين؟ وبالتالي عندما يضع السيد الصدر القضاء على المحك، هذه رسالة كيف نقرأها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي العزيز وضيفك الكريم والسادة المشاهدين، حياك. طبعا بالتأكيد المادة 87 من الدستور تحدثت عن مكونات السلطة القضائية اللي بضمنهم المحكمة الاتحادية العليا وبقية الهيئات والمؤسسات اللي هي مجلس القضاء الأعلى، الإشراف القضائي، محكمة التمييز،
الادعاء العام، المحاكم العادية، ثم جاءت المواد 92 93 94 من الدستور حدثت عن المحكمة الاتحادية وممن تتكون المحكمة الاتحادية والقرارات والقضايا التي تنظرها على سبيل الحصر، ثم قراراتها تكون باتة وملزمة. فالمحكمة الاتحادية طبعا عند تعمل وفق قانونها رقم 30 لسنة 2005 المعدل، ونظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2022 بتفاصيل هي تعتمد على قانون المرافعات وقانون الإثبات والقانون المدني. طبعا المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا وفق هذا المفهوم، ويعني هيئة لا علاقة لها بالهيئات الأخرى ولا ترابط حتى في القرارات، وهي عندما تصدر قرار فالقرار بات وملزم. هذا من ناحية. أما يعني مسألة حلق البرلمان، حلق البرلمان يتحدث عن الدستور بإسهاب بالمادة 64 بتفاصيل طبعا أنه يحل بطريقتين، أما هو يحل نفسه بطلب من ثلث الأعضاء موافقة الأغلبية المطلقة، يعني طلب من 110 نائب، والطريقة الثانية بطلب مشترك من رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية أيضا يوافق عليه الأغلبية المطلقة، يعني نصف العدد الكلي زائد واحد. نستثني الطريقة الثانية لأن الحكومة تصريف أمور يومية، يبقى عندك البرلمان يحل نفسه بنفسه. طيب هل ممكن إقامة الدعاوى أمام المحكمة الاتحادية؟ لا يوجد مانع قانوني لأي شخص أن يلجأ إلى المحاكم والمحكمة الاتحادية تستقبل أي دعوة، سواء كانت هذه الدعوة تقوم على أساس صحيحة، على يعني لا ليس لها سند قانوني. ليش أستاذ؟ لإذا كانت صحيحة تقرر المحكمة وتصدر قرار للمدعي، وإذا كانت غير صحيحة ترد الدعوة. طيب. فطريق المحاكم مفتوح، يعني طريق المحكمة الاتحادية أنا مترافع أمامه، يعني مفتوح بدعوة بحيث أكو أمور شكلية يسموها بالدعوة، تقدم على شكل عريضة مطبوعة، اللوائح يعني تعدل حتى نظامها الداخلي، حتى المواطن العادي حق له يروح يقدم دعوة للمحكمة الاتحادية. طبعا اللوائح اللي عرضت والتقديم هذه كلها اللي يناقشها استاذ المحكمة الاتحادية، يعني لا يمكن طيب. اني اقول هذه صحيحه او غير صحيحه او يجوز، ولكن الكلام اليوم او التغريده وجهت الى رئيس مجلس القضاء الاعلى تحديدا، ما علاقته بالموضوع اذا كانت الهيئتان مستقلتان عن بعضهما؟ صحيح، هو اللي تفضل به الاستاذ جمعه صحيح انه المحكمه الاتحاديه مستقله اداريا ماليا قانونيا لا علاقه لها بالموضوع. طبعا سبق لمجلس القضاء ليس هاي المره الاولى الرد، سابقا ايضا هم ردوا وقالوا انه الحل ذاتي وليس الحل قضائي. على اي حال استاذنا، يعني الذي راح يحسم هذا الموضوع حتى لو كان دعاوى تقدم للمحكمه، نفرض دعاوى تقدم تطالب بالحل القضائي، هنا من الذي يقرر؟ هي المحكمه الاتحاديه نفسها وقراراتها باته. على فكره سبق انه اقيمت اكثر من 3 دعاوى سابقه لحل البرلمان من قبل شخصيات معروفه وردتها المحكمه الاتحاديه، قالت هذا ليس اختصاصنا، هذا اختصاص البرلمان نفسه. نعم. فاحنا ما نستطيع ان نتكهب بالقرار، يعني هذا ما ممكن لاي شخص، ولكل دعوه ظروفها وادلتها، قد تختلف هاي الادله عن سابقه وايضا هي قابله للدراسه. استاذ جمعه، لما نتحدث عن هذه التداعيات يبدو انه السيد الصدر لا يثق بالبرلمان العراقي، لو انعقد لربما سيمرر اختياره لرئيس الجمهوريه ومن ثم تكليف رئيس الوزراء، بالتالي خلى خيار التظاهر والتعطيل مقابل الحل. هذه الاليه خطيره جدا. اولا السيد الصدر مع كل احترامنا وتقديرنا لشخصه ولزعامته للتيار الصدري، هو قيادي سياسي، احد القيادات السياسيه في العراق، وبالتالي له رايه المحترم يؤخذ ويرد عليه، كما للاطراف الاخرى لها آراءها المحترمه تؤخذ وترد عليها. فرض الاراء بالقوه او من خلال الشارع سوف يؤسس لعرف سياسي جديد تكون له بداية ولكن لا يمكن أن تكون له نهاية. كيف؟ أولا إذا ما تم فرض إرادة الشارع ورضخ الجميع لإرادة الشارع الصدري تحديدا،
وبدأت انتخابات جديدة. أصبح لدينا أشبه بالمادة الدستورية غير مكتوبة اللي هي عرف سياسي، أنه الشارع له حق أن يحل البرلمان كما وفق المادة 64 مكتوبة للبرلمان أن يحل نفسه بالآليات اللي تذكرها المادة 64. هذا ماذا يعني؟ لو تم إجراء انتخابات وظهرت النتائج بما لا تروق لبعض الأطراف السياسية كما حصل في انتخابات عام 2021، وخرج الأحزاب المتضررة من نتائج الانتخابات جمهورها أخرجت إلى الشارع واحتصمت في البرلمان وتقول هذه الانتخابات مزورة ولا نقبل بها إلا بحل البرلمان لنفسه وإعادة الانتخابات، هل يحق لأي أحد أن يقول لهذا الجمهور الحزبي أنك قد خرقت الدستور، أو للزعيم الحزبي الذي يطلب من جمهوره أن ينزل إلى البرلمان ويحتصم بالبرلمان ويقيم صلاة الجمعة على سبيل المثال، هل يحق لأي طرف سياسي عراقي أن يقول لهذا الجمهور هو جمهور حزبي ولا لا يجوز أن نأخذ برأيه؟ عند ذلك سوف يأتي هذا الزعيم مع جمهوره يقول لدينا سابقة أصبحت عرف سياسي أن الجمهور الحزبي إذا ما نزل للشارع فيجب على الجميع أن يذعن له، وبالتالي تصبح الزعامات الحزبية هي التي تحل محل الدستور ومحل المحكمة الاتحادية، وهذا يعني أننا سوف ندخل إلى فوضى لها بداية وليست لها نهاية. بالنتيجة النهائية أقول إذا ما عدنا إلى الوراء والانتخابات السابقة بالقانون السابق وبالمفوضية بالقانون الحالي النافذ وبالمفوضية الحالية وبالحكومة الفاسدة الحالية، هذا يعني بأننا سوف نعود إلى نفس النتائج، التيار الصدر 73 وقوى الإطار مقسمة وفق النتائج الحالية وهكذا بقية القوى، نعود إلى تحالف ثلاثي لا يستطيع أن يجمع 220 وإلى ثلث ضامن لا يسمح للآخر أن ماذا أن يشكل حكومة. هذا ماذا يعني؟ يعني سوف ندخل في 10 أشهر أخرى، بعد 10 أشهر أخرى المعطلة إما التيار الصدري يقدم استقالاته وربما الإطار الشيعي يقدم استقالاته ويذهب إلى الشارع. إذن ما وصلنا إلى نتيجة، الهدف من إجراء الانتخابات سوف لن يتحقق. لماذا؟ لأنه كما يقال بأن النتائج تتبع أخس المقدمات، إذا كانت المقدمات مفوضية فاسدة متهمة بالفساد وحكومة فاسدة وكذلك قانون طعنت به حتى المحكمة الاتحادية، هذا يعني ماذا؟ النتائج سوف تكون أخس المقدمات وهي نتائج فاسدة. وأيضا بالمقابل أستاذ جمعة، والسؤال الدكتور علي التميمي ترفدنا يعني رأيك القانوني دكتور علي، لما نرجع إلى تظاهرات الإطار وقرار المحكمة رضوخ الإطار للقرار، أيضا كان فيه شرط بأن تعاد الانتخابات في المرة المقبلة أو عند إجراء الانتخابات يجب أن يعدل قانون الانتخابات. طيب هسه هنا عندنا قضية تعديل القانون خارج البرلمان داخل البرلمان، إذا كانت داخل البرلمان متى سيعقد خروج الكتلة الصدرية؟ من المعقول أن يتم تعديل قانون انتخابات بدون وجود الكتلة الصدرية؟ نعم أستاذنا، أولا خليني أوضح لك مسألة، أنه عقد الجلسات البرلمان وفق المادة 21 من النظام الداخلي للبرلمان المجلس النواب هي ممكن أن تعقد ليس فقط في بغداد، النص يقول في هذه المادة تعقد الجلسات في بغداد ويمكن أن تعقد في أي مكان آخر عند الضرورة، يعني ممكن أن تعقد في كردستان، ممكن أن تعقد في البصرة، ممكن أن تعقد في فندق بابل، في أي مكان ممكن أن تعقد الجلسات. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للقوانين الخاصة بالانتخابات، وليس فقط قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2020، لا، أكو قانون آخر، قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019. المحكمة الاتحادية في قرارها أشارت إلى يعني على البرلمان أن يعدل ما يخص العد والفرز اليدوي استكمالا للعد الإلكتروني تفاديا للإشكاليات استاذنا التي حصلت بعد الانتخابات. المدة يعني السقف الزمني لتعديل أي قانون، يعني أي قانون تعرف يجب أن يكون هناك يأتي من لجنة، خصوصا إذا كان بجنبة مالية يجب أن يأتي من الحكومة. فهنا هذه القوانين ما ممكن أن تأتي من الحكومة، الحكومة تصريف أعمال، فراح يتولى التعديل البرلمان. هذه تحتاج إلى سقف زمني، أقل قانون يحتاج إلى قراءة أولى، قراءة ثانية، ثم تصويت مادة مادة، ثم بعد ذلك يصادق الرئيس جمهورية، ثم ينشر في الوقائع. شوف هذه الوقت الطويل، يعني كيف يستطيع، هنا السؤال، كيف يستطيع البرلمان
يعني اذا مطلوب منه انه هو يحل نفسه بهالسقفيه، ما هو السقف الزمني. فهنا كمقترح انا اشوف انه البرلمان يحدد سقف زمني اذا اراد ان يحل نفسه، يحدد سقف زمني كما حصل في الانتخابات السابقه عندما حدد 7-10 لحل نفسه، 10-10 اجراء الانتخابات، يحدد السقف يعني تكون 3 اشهر، بهاي ال3 اشهر يبدي يشتغل على تعديل القوانين اللي ذكرناها، الموازنه يعني انت لا تنسى استاذ احمد تحتاج الى موازنه قدره 350 مليون دولار. الانتخابات يعني كلفت 460 مليار، بالتالي يعني احنا خلال سنتين احنا اجرينا انتخابات مرتين وهسه نطالب بانتخابات ثالثه. انا الارقام شويه مو هالقد بها استاذ احمد، بس يعني اقول لك هي تحتاج الى موازنه، وهاي الموازنه يجب ان تصرف. وهنا تثار اسئله، يعني اسئله مهمه، هل حكومه تصريف الامور اليوميه يحق لها ان تدير الانتخابات؟ هذا سؤال مهم جدا. هل يحق لها ان تصرف هاي الاموال؟ هاي الاستفهامات استاذنا يعني بصراحه استفهامات مهمه، واحنا كل ما يتقدم الزمن والعقده اللي هي انتخاب رئيس الجمهوريه ما انحلت وما جت بعدها الكتله الاكثر، ما جاء بعدها تشكيل الكابينه والتصويت على رئيس مجلس الوزراء، بدها تتعقد الامور، بدها تصير تشعبات والحلول غير موجوده، لانه انت الان المحكمه الاتحاديه هي في الهدف، يعني يجب ان تقول كلمتها اذا قدمت هذه الدعوه، يجب ان تقول كلمتها. نتحدث ايضا عن اخر القلاع اللي تحمي الدستور، هو دستورنا جاف بثغرات كذا، ولكن امنا بالمحكمه الاتحاديه الكثير من النزاعات حلتها. لما توضع المحكمة الاتحادية بمدة زمنية أسبوع وتكون على المحك من قبل التيار الصدري، طيب دائما ما نتساءل هذا السؤال الجدلي، ثم ماذا؟ هو هذا أصل الإشكال، يعني ما هي الصلاحيات القانونية والدستورية وحتى الشرعية أن تلتزم المحكمة الاتحادية أو مجلس القضاء الأعلى بمدة أسبوع؟ شنو المعيار الدستوري؟ ليش مو أسبوعين؟ ليش مو شهر؟ ليش مو بكرة مثلا؟ ليش وش راح يصير قبالة هذه؟ ثم من هو الطرف الذي يلزم مؤسسات الدولة بتوقيتات هي لا دستورية ولا حتى سياسية؟ هذا أصل الإشكال سيد أحمد. أقول إحنا إذا رضخنا مو لأنه التيار الصدري، لأي طرف آخر، يعني اليوم الأطار لو القضية بالمقلوب كل الناس سوف نقف ضدهم، يعطي مهلة أشبه بالتهديد المبطن الى مجلس القضاء وحتى ليس للمحكمه الاتحاديه صاحبه الاختصاص، انه لكم مده اسبوع والا سوف تكون هنالك تبعات اخرى. اذا ما بقى للدوله مؤسسات، ما بقت للدوله هيبه، اذا اصبحت الهيبه فيما يكون وما لا يكون للزعامات الحزبيه. هذه الخطوره، هذه الخطوره التي تكمن في خطوره الاستجابه، سواء حتى لو المحكمه الاتحاديه طالبت بحل البرلمان بأي طريقة، لكن أقول ما هو التبعات؟ نؤسس لعرف سياسي جديد سوف تكون له بداية وليست له نهاية. قضية أخرى، الآن الكرة في ملعب الإطار والقوى الكردية، الآن عليهم أن يسرعوا في انتخاب رئيس جمهورية، يعني الآن بواقع الإطار يتحمل مسؤولية كبرى. ليش؟ لابد أن يلزم القوى الكردية بضرورة الوصول إلى توافق، وإلا لابد أن يعقد اجتماع في الجلسة الأولى وينتخب احد او مجموعه من المرشحين، ثم لا يحصل احدهم على 220 وهكذا بالجوله الثانيه. لابد ان يكون اطار اكثر فاعليه واكثر جديه، مو يتعاطى بردود افعال. الان الاطار يتعاطى بردود افعال سيد احمد، يغرد السيد مقتدى ويصدر بيان من الاطار، يصدر بيان السيد مقتدى يجتمع الاطار ويدعو الى الحوار. ليش احنا مو قبل شهرين انت دعيتوا للحوار؟ اليوم البارحه اجتمعوا ودعوا للحوار والى ايجاد مخرج والى الكرد يتوافقون. يا عزيزي مو صار شهرين الكرد تقولون لهم توافقوا وما توافقوا وماذا بعد؟ اكيد اكو طرفين كلاهما يتحمل المسؤوليه، الاطار ومن معه يتحمل مسؤوليه التساهل والتراخي. والتيار الصدري يريد ان يلزم، يعني اشبه بحاله من الدكتاتوريه فيما يقول وفيما لا يقول، وهذا غير ممكن وفق السياقات الديمقراطيه. وبالنتيجه النهائيه اذا اين نصل؟ لا نصل الى نتيجه. اقول حتى لو تم تعديل الماده اللي تخص الانتخابات، ما هي نتائج الانتخابات ما راح تتغير. احنا من شهر العاشر يوم 10/10/2021 الى الان ايش تغير؟ جمهورك هو جمهورك وجمهوري هو جمهوري. وبالنتيجه الجمهور الرمادي ما راح يطلع، فضلا عن حتى الجمهور الحزبي انا متيقن ما راح يطلع. ليش؟ ما ظلت قيمه
للعمليه السياسيه، ما هذا الاعتبار لمزاج الشارع. الشارع بابا يقول لك انت باب اغلبيه توافق خلصني سوي لي قوانين، انت الان تقول احنا ما نقدر نسوي موازنه بس نقدر نسوي امن غذائي، والامن الغذائي هو نهب وسرقه وشاركت به حتى احزاب ذي الاطار. بالمقابل سووا قانون امن غذائي، بس قانون الموازنه لا ما يجوز دستوريا. يعني هذا اسمه قانون وهذا اسمه قانون. السياقات الدستوريه تقول حكومه تصريف اعمال لا تقدم مشاريع القوانين، بعد ما لها علاقه اسمه قانون امن غذائي ولا قانون ماذا؟ موازنه. تقدم قانون امن غذائي وبعدين تطلع لهذه الشركات 600 مليون دولار في وضح النهار وبصفقه وبعلم ومصرف الرافدين بقضيه قصديه. اذا المواطن لا يحترم قصدي، لا يحترم اي قرارات مستقبلا، ما يذهب الى الانتخابات حتى الجمهور الحزبي. واذا راحت نسبه 10% بالانتخابات وجابت نفس النتائج، وين راح نوصل؟ واذا طرف متضرر، حتى لو ما متضرر، حتى لو ماكو تزوير، بس انا ادعي اكو تزوير، انت ما تمنعني. والنتيجه وين راح نوصل؟ اقول هاي السياقات مو دستوريه، واذا ركننا اليها عند ذلك سوف تصبح فوضى، حتى عنده مقعد واحد هم يجيب عشيرته ويقعد بالبرلمان ويقول مو من حق احد يحاسب. طيب، بين قانون التظاهر وحق التظاهر المكفول من الدستور واليات هذه التظاهر، يعني الدستور يقول تنظم بقانون، الالتزام بقانونيه التظاهر وسكوت كتل سياسيه، ظهور كتل سياسيه، مسالك دستوريه وقانونيه لعقد الجلسات، تاخير وتعطيل، يعني هذه التجاذبات كان يعني هسه وصلت للقضاء دكتور علي، راح نلاحظ انه اي مؤسسه من الممكن ان تتفاوض، ان تتحاور، ان تقول قولتها في هذا الشان حتى تهدئ من الاوضاع. استاذ احمد، يعني بصراحه خلي احكي لك، المشكله في المبدا، يعني بالعراق المشكله في هذا الدستور اللي هو الولايات المتحده الامريكيه كان لها دور كبير في وضع بصراحه هذا الدستور اللي يتكون من 144 ماده بها عوار ومعره ومثالب ومشاكل كثيره، لانه هذا الدستور تم تشريعه في مده اقل من 6 أشهر. وهي لا تكفي لتشريع قانون بسيط، فما بالك بالدستور اللي هو يسمى أبو القوانين، علوية القوانين، مرجعية القوانين. تلاحظ أنه أغلب المواد بها مشاكل، يعني مثل مادة 76، المادة 64، أنت يا أخي تتحدث عن حل البرلمان، لماذا لا يعني تسهب بالتفاصيل؟ ليش تترك باب الاجتهادات؟ ليش تخلي النص حمال أوجه؟ شوف دستور مصر كم مادة؟ 257 مادة، يعني تقريبا 257 مادة. طيب لماذا الدستور العراقي مقترب؟ يعني هذا الدستور برأيي ليس فقط يحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى إضافات كثيرة حتى ما يفتح باب الاجتهاد. أنت ليش بتضيف مثلا عبارة أنه الحل القضائي غير ممكن في حل البرلمان؟ يعني ليش تخلي هذا؟ طيب مو ايضا تداولت مواقع التواصل الاجتماعي دكتور علي تصريح اثناء مقابله للدكتور فائق زيدان يقول بانه اذا ما تجاوزت المدد الدستوريه سيتدخل القضاء ويذهب الى حل البرلمان. صحيح، هذا يعني اكو اصحاب النظريه الثانيه اللي ما ذكرناها، النظريه الاولى هي الحل الدستوري، هذول النظريه الثانيه اصحاب الحل القضائي يرون انه هو اساسا بالمؤسسه البرلمانيه تلكأت، تعطلت 10 أشهر، ويقولون نعود الى الماده 59 من القانون المدني، في حاله اذا الشخصيه المعنويه او المؤسسه لم تستطيع اداء عملها فالقضاء يجب ان يحلها، لانه بما انه لا يوجد نص، وين ترجع؟ للقواعد العامه، يسعفك النص. هذول اصحاب النظريه الثانية، وطبعا تعرف احنا كل الآراء عندنا بالنقاش محترمة، لكن أتحدث عن النص الدستوري اللي كان يقطع هاي المسألة، يعني ما ينطي مجال للاجتهاد. شلون مثلا أستاذ أحمد المادة 70 اللي هي الخاصة بثلثي مجموع العدد الكلي حتى تفتتح جلسة انتخاب رئيس، أنت ليش يعني تشرح بالنص وتقول أنه في الجولة الثانية ما تحتاج؟ وليش تخلي ثلثين انتخاب رئيس الجمهورية في حين رئيس مجلس الوزراء ما يحتاج إلا نصف العدد الكلي زائد واحد؟ هذا التضارب، في حين أنه صلاحيات رئيس الجمهورية
هي بروتوكولية، هو ما عنده شيء، هو حتى مثلا قانون من يصدر خلال 15 يوم صادق ما صادق هو يمشي، يعني هو ما عنده صلاحيات مثل رئيس مجلس الوزراء، لأن النظام السياسي برلماني. انت ليش هذه العقد اللي خليتها المطبات من تجي تطبق تلقى مشكلة، او الكتلة الاكثر عددا 2010 شفت شلون صارت مشاكل، يعني احتاج تدخل المحكمة. الان المحكمة تراجعت عن تفسير 25/2010 جاءت بتفسير جديد، هذا يفتح باب الاجتهاد. انا عندي راي بالموضوع، استاذ جمعة عنده راي، جنابك عندك راي، هذه تعددية الاراء يا اخي. هو لازم الدستور قاطع محدد مقابل للتأويل، عبارات واضحة صريحة. من تقرأ دستور جنوب أفريقيا مثلا راقي جدا، دستور ألمانيا راقي، فرنسي، انت ليش خليت الدستور دائم؟ ما خلوه مؤقت يا أخي، هاي الفترة 10 سنين خلوه مؤقت حتى كانت هناك لجان لتعديل الدستور، ولكن تقدم توصياتها ولا يؤخذ بها. نرجع على السيناريوهات المتوقعة أستاذ جمعة، يعني تجربة تونس ليست ببعيد عندما تم حل السلطة القضائية، حل كثير من المؤسسات في الدولة، وقتها سعيد يعني لعب جولة بهذا الموضوع. سيناريوهات من الممكن أن حدثت في هذه الدول تحدث في العراق؟ لا بالتأكيد، صحيح في تونس، وحتى في تونس لما تم إجراء استفتاء على تعديلات الدستورية نسبة المشاركة جدا ضئيلة، فأعتقد العراق هنالك حالة من الاستثنائية وحتى الحساسية، بمعنى أنه السيناريوهات المتوقعة إما أن نتخذ السياقات الدستورية وهذه تقع على عاتق الأطار تحديدا، أقولها مرة أخرى، يعني بإمكان الأطار أنا متيقن أن يعني ينتخب رئيس جمهورية خلال مدة الأسبوعين القادمين. ليش؟ لأنه أولاً الإشكالية في حلفاء الإطار داخل المكون الكردي. الآن البارتي تنازل عن ريبير كمرشح رئيس الجمهورية. تفضل أستاذ، تفضل. في مقابل أنه طلب من الاتحاد الوطني أن يتنازل عن. لا والله بعدني ما طلعت من الاستوديو. يفترض بالإطار أن يكون ضغطاً على الاتحاد الوطني. نحن حلفائك صحيح، ولا نقبل بأن يكون أي رئيس جمهورية إلا من استحقاق الاتحاد الوطني. احنا ما عندنا تحالف مع برهم، عندنا تحالف مع حزب الاطار، وبالتالي نحن معك الى نهايه المطاف، لكن عليك ان تكون اكثر مرونه حتى يختاروا بديل. اثنين، هو الاتحاد الوطني يختلف عن البارتي، كيف؟ لانه البارتي ما عنده فقط مرشح واحد ريبير، الاتحاد الوطني عنده اكثر مرشح، بمعنى انه عنده نيه مسبقه انه هنالك احتمال ان برهم لا يستطيع ان يمر من خلال التصويت رغم تمسكه، وهنالك بديل صالح. فعليهم ان يذهبوا الى البديل. اقول طيب. الضغط على الاتحاد الوطني اذا ما مرر موضوع رئاسه الجمهوريه إذا في نفس الجلسه يكون تكليف لرئيس الوزراء، تعتقد التيار راح يبقى متفرج؟ لا، اولا يعني لابد اذا ما قبل الاتحاد لابد ان يذهب الاطار الى ان تنعقد الجلسه، واذا ما ذهب الى انعقاد الجلسه هذه تعتبر جلسه اولى يتم التصويت، وطبعا يحتاج الى 220 حضور و220 تصويت، نحتاج الى جوله ثانيه بغالبيه الاصوات. هنا سوف يتم الضغط على الاتحاد الوطني، لانني متيقن بانه من المحتمل ان يذهب بعض افراد الاطار باتجاه ريبير، وهنا يستشعر الخطر الاتحاد الوطني. هذه السياقات الدستوريه، اما ما عداها لا توجد الا الفوضى. ليش؟ لانه قلت لك الاستجابه الى الشارع هذا يعني باننا سوف نذهب الى عده شوارع، وهذه الشوارع سوف لا تنتهي عند حد. ما في عندي انتخابات خلال 20 سنه الماضيه انتخابات مثاليه 100%، وبالتالي اذا كان ما يجوز وما لا يجوز هو الشارع، اي طرف خاسر وان كان خاسرا بحق سوف يكون يقول انا خسرت بظلم بسبب التزوير وهذا عد المعيار. هاي المشكله اللي راح نواجهها، اما السياقات الدستوريه او الفوضى. طيب، وسط كل هذا الجدل السياسي هنالك صفقات فساد وتحكيم دولي، ولربما الكثير من القضايا التي تمرر ولا نعرف بها إلا أن تصل إلى الإعلام وتحول إلى قضايا رأي عام، فنتابع بعد الفاصل. بعد تحويلها لقضية رأي عام، بوابة عشتار تتنازل عن 600 مليون دولار.
حياكم الله مجددا. الفضيحة المدوية اللي أشغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية وكان قطبيها مصرف الرافدين وعشتار مرت بجملة متغيرات وانتهت عند تشكيل لجنة للوقوف عند ملابسات القضية وتصحيح مكان من الخلل في سريان هكذا عقود تستهدف خزائن الدولة ورصيدها المالي. خلونا نفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف لكن بعد أن نتعرف على التفاصيل مع تقرير الزميل علي حبيب. صفقة فساد تاريخية بعد فضيحة تغريم مصرف الرافدين الحكومي 600 مليون دولار لصالح شركة بوابة عشتار المتخصصة بالنظم والدفع الإلكتروني كشرط جزائي لفسخ العقد الورقي من قبل الأول بعد أن ألزمت محكمة تحقيق الرصافة بدفع الأموال قبل 3 أيام من الآن. وفي تطور لاحق أظهرت وثيقة صادرة عن الشركة إسقاطها الدعوى المقامة وأبطال حكم الغرامة. ورغم التنازل غير المشروط إلا أن هذه القضية أعادت إلى الواجهة ملف مافيا المصارف ومزاد العملة وما يتعلق بالقطاع المصرفي في العراق الذي تحوم حوله الكثير من الشبهات. ومن الضروري اليوم الكشف عن كل حيثيات القضية ومحاسبة المتورطين، فالأمر حتما سيقود لما هو أعمق وستفضح الكثير من الرؤوس التي تعمل تحت الغطاء السياسي. يعني سبق وان حذرنا انه حكومة تصريف الاعمال حقيقة يجب ان تراقب، يعني هذه التداعيات الكبيرة وهذا الفساد المالي حقيقة تقف وراه جهات متنفذة في الحكومة العراقية، فعلى المفاصل الرقابية ان تلي هذا الموضوع اهتمام كبير باعتبار ان هذا اموال الشعب العراقي. لكن للاسف الشديد البرلمان معطل، هناك مجاميع قد احتلت البرلمان، يعني مصدر القرار التشريعي والرقابي غير موجود. وأثارت هذه القضية تفاعلا شعبيا ولغطا واسعا ما دفع مجلس القضاء وهيئة النزاهة ووزارة المالية للتدخل بما يخلق جو التعاون ويفضي للحفاظ على المال العام ولتجاوز الإشكاليات القانونية الخاصة بالعقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص ولتجنب التلاعب بالقانون الذي يؤدي لمكاسب فئوية وشخصية. وكانت أولى ثمار هذا التعاون استقدام مدير عام مصرف الرافدين السابق الذي أحال العقد ومجلس إدارة المصرف ولجان تحليل العقود لمخالفتهم ملاحظات ديوان الرقابة المالية بخصوص توقيع العقد سيء الصيت الذي بموجبه كاد صاحب الشركة أن يأخذ تعويضا مقداره 600 مليون دولار دون تنفيذ أي شيء. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه، اجدد ترحابي بضيوف الكرام استاذ جمعه العطواني والدكتور علي التميمي. دكتور علي، يعني هسه اللي يريد يشتري سياره المرتهم يجي يسال الدكتور علي، يا بسجلها باسمها باسمي، يعني هسه ما لازم يتعاقدون ويا جنابك ويا امثال جنابك كمستشار قانوني، لو جايك باستشاره مجانيه ما تقدم الاستشاره للمصرف لجهه معينه، شلون يتعاقدون؟ شلون يكتبون هذه العقود؟ وشلون يخلون شروط جزائيه على نفسهم؟ هو أستاذ أحمد، يعني تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لعام 2014 هذه أكثر من 70 مادة تشرح بآلية إبرام العقود بين الجهات الحكومية والشركات. تبتدي هاي يعني بشكل مختصر أن تكون لجنتين، لجنة فتح العطاءات من 3 أشخاص ولجنة تحليل العطاءات، ثم يصادق الوزير ويجب أن تكون هاي الجهة الشركة عندها أعمال مماثلة ما موضوعها باللائحة السوداء، عندها يعني شغل نظيف يوافقون عليها، ثم بعد ذلك نتحول إلى كتابة العقد. وقاعدة قانونية العقد شريعة المتعاقدين تعرف جنابك، فكل جهة سواء الشركة أو الجهة الحكومية تعطي شروطها في الغالب، يعني في مثل هذه العقود تكون الغلبة للجهة الحكومية لأن هي الجهة الأقوى وهي الجهة المتنفذة، هي اللي تفرض شروطها. الشرط الجزائي اللي هو 600 مليون دولار تحدث عنه جنابك، هذا يكون باتفاق الطرفين حسب القيمة، يعني أنا من أتعاقد ويا جهة معينة وأورد لها مواد معينة، الشرط الجزائي يعني ما يزيد عن مقدار هذه المواد بهالشكل المبالغ به. من وصلت المسألة للمحكمة، وصلت الدعوة للمحكمة، طبعا شو وقت توصل للمحكمة البداءة للشؤون التجارية؟ عندما طرف من الأطراف ما ينفذ، يعني سواء كان الشركة أو الجهة الحكومية. هنا منو اللي ما نفذ؟ الجهة الحكومية، لأن هو يطلب يورد مواد
وهم ما انطوا الفلوس، فسوى اقام الدعوه طالب بفسخ العقد تنفيذ الشرط الجزائي، هاي ماده 170 و 171 من القانون المدني تشترط هاي المواد يكون هناك ضرر اصاب احد. فالمحكمه حكمت، المحكمه امامها عقد ملتزمه به، شرط جزاء حكمت به. هذا طبعا هنا ايش صار عندك انت، تحولت القضيه الى راي عام، اخذت بعد كبير. صار بعد ذلك طبعا هم قابل للاستئناف، قابل للتمييز، قابل لتصحيح القرار. الجهه الحكوميه راحت استأنفت، المستأنف عليه اللي هي الشركه سوت تنازلت وفق الماده 90 من قانون، والله خف الله عليهم يعني ما قصروا الوادم. اي فتنازلوا هنا الدعوه تعتبر، لكن هذا شو الاستاذ احمد كله؟ هذا ما يلغي التحقيق الجزائي، يعني هاي دعوه مدنيه يعني بدايه، لكن وين انت محكمه التحقيق بالنزاهه؟ يجب انه تستدعي، وهي فعلا شرعت تستدعي اللي ابرموا العقد، الجهه القانونيه اللي اعطت الموافقات، اللجان. هذا تنطبق عليه الماده 340 من قانون العقوبات اللي هي شنو استاذ؟ الهدر المالي العام، عقوبتها 7 سنوات. هذا التحقيق الجزائي مستمر لان هذا مال عام وفق الماده 27 من الدستور اللي هي حرمه. نجي لهذه الفقره وحتى دور هيئه النزاهه في هذا الموضوع، ولكن استاذ جمعه يعني حلو من اجي احقق احلامي بمساحتك، راس مالي كشركه 7 مليون واجي اخذ منك 600 مليون نظيفات، لا نقدم لك شغل ولا كذا، والله شرط جزائي وحضرتك ما وفيت وياي بالتزاماتك. والاكثر للحلم ان يتحقق عندما تكون قضيه ورقيه حصرا ليس اكثر. يعني شوف هذه المجالات، المصارف، البنوك، غيرها، شركات الاتصال، لانها ليست في تماس مع هموم المواطن، فالسرقه فيها مو فقط مباحه، مباحه ومريحه جدا. ليش؟ لان المواطن ما يستشعر بخطوره هذا الفساد. هي مو مجاري او انقطاع كهرباء او انقطاع مي حتى يخرج بتظاهرات، وعندما تاتي النزاهه تكتشف بان هنالك خلل في اداء المنظومه الكهربائيه او المي او غيرها من الخدمات. لا، قضيه مجرد ورق. واحلى من ذلك عندما يتفق الطرفان على ان اليوم خلي نتقاسم 600 مليون دولار، كيف؟ نحتال على القضيه. اتعاقد معك ثم بعد ذلك انت تنكث بالاتفاق، وانت الزمك بان تعطيني 600 مليون خلال ايام او اسابيع او ربما اشهر قليله. يعني اكثر غنيمه من هذا، يعني مو تقدم راس مالي وراء ارباح، لا، انت فقط تجيك 600 مليون لان هنالك ثمه ورق كتب فيما بيني وبينك. على هذا المستوى وقس كم لدينا من المصارف والبنوك اللي كانت تنطي مو قروض، لا، تنطي هبه. اعطيك اليوم مليون دولار ترجع لي بعد يومين. وسابقا ايام 2006 و7 وكذا لما تجي الاموال من امريكا من البنوك الامريكيه، وزاره الماليه ما تخليها بمصارفنا، توديها للاردن. الاردن باليوم الواحد شركات تعطيك كذا مليون دولار، لان ميزانيتنا انفجاريه 100 مليار وغير ذلك. هذه السرقات يعني جدا 250 معلومات اللي وصلتني، 250 فقط لابو شركه عشتار مقابل انه يوقع هذا العقد، والباقي طبعا بالتاكيد لابو مصرف الرافدين والبنك المركزي اللي نعرف مرجعيتهم السياسيه لمن ترجع. فبالتاكيد تحصل مثل هكذا عمليات فساد. وبالمناسبه يعني الاخ اللي يتنازل عن 600 مليون تعتقد شنو؟ عليه ضغوطات تظاهرات وخاف يفقد منصبه؟ لا، شنو؟ ها؟ قضيه لانه سوف يتضرر مدير البنك، مدير المصرف سوف يتضرر، ومدير المصرف تابع الى جهه سياسيه، فحصلت ضغوطات، كشفت عمليه الفساد، وبالتالي لابد ان تغطى. يا سوي هذا الموضوع، تنازل، نعوضك في ملفات اخرى. لو قضيه ما صارت راي عام كنت على ثقه يعطي مصرف، لا كان ساوى المي علينا ولا ندري به 100 مليون بليله. طيب، وضحها الجهات الرقابيه اللي ذات العلاقه اللي تم التعبير عنها وراح تحقق بالحادثه، ديوان رقابه ماليه وغيرها من ضمن هيئه النزاهه، يعني الحد باكر تحديدا الخميس راح يتم عن الاعلان عن التقرير نصف السنوي لهيئه النزاهه، هل قد استردينا اموال من المتوقع راح يكون بها، وهل قد حققنا انجازات، وهل قد قدموا ذممهم الماليه. ولكن راح يكون اكو جهد مثل هكذا قضيه وغيرها من القضايا اللي ما واصل لقضايا الراي العام. شوف استاذ احمد عيني، اولا اكو جنبتين بالفساد الاداري والمالي، جنبه دوليه وجنبه داخليه.
يعني تقرير للأمم المتحدة مبلغ المبالغ المهربة للخارج 350 مليار دولار، شوف الرقم هذا. طبعا توجد اتفاقية غسيل الأموال صادرة من الأمم المتحدة 2005 موقع عليها العراق 2007. طبعا هاي تتيح للعراق كما حصل في بلدان أخرى مثلا في نيجيريا في تايلاند في بيرو، استردوا أموالهم بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لأن هاي موجودة في بنوك دولية هاي الأموال الخارجية. أما الأموال الداخلية فهي تحت سلطة وسيطرة الجهات الرقابية اللي تتحدث عنها. سوينا هسه بالأموال المنهوبة وسوينا اجتماع الجامعة الدول العربية، وهسه والله هاي خليها على صفحة، لكنه اليوم هذه القضايا يعني من اللي ينظرها؟ من الجهات ذات العلاقة ومدى فاعليتها دكتور؟ والله أنا برأيي العراق يحتاج حتى يحارب الفساد الإداري والمالي، واقترحنا ذلك كثيرا، أنه ينشئ محاكم متخصصة، وهم أنشئوا محكمة تحقيق متخصصة وجنايات وجنح، وأن يقوم تكون المحاكم المتخصصة بس خدمك، وأن يقوم بكما فعلت إحدى الدول الأوروبية، عزلوا هؤلاء القضاة وعوائلهم في مكان خاص في سبيل أنه ما حد يصلهم وما حد يعرفهم، لأنه أنت تحتاج إلى حرب أشبه بالحرب ضد الإرهاب على الفساد، يعني تحول إلى وباء فتاك ضرب المجتمع في الصميم. لهذا مسألة الفساد الإداري والمالي حتى تحولت إلى ثقافة أستاذنا، ولا ليس فقط الموظف اللي يتحملها، الناس أيضا، يعني الناس أحيانا ثقافته أنه يعطي المال يدفع الرشوة، وإلا يخرج لك نائب يعني خلال الإعلام يقول لك أنا أخذت مال بس ما قمت بالعمل، يعني شوف ثقافته القانونية. هو ما يدرك هذا النائب أن المادة 309 310 311 من قانون العقوبات تعاقب الموظف حتى وإن أخذ الرشوة وما قام بالفعل، نفس عقوبة الرشوة. يعني أنت يعني هذا يمثل 100,000 نسمة يعترف بأخذ رشوة، يعني الناس على دين ملوكهم يا سيدي. طيب يعني السيد جمعة العطواني أشار إلى أن هنالك ضغوطات سياسية والتنازل أصبح لي عدم أقل الخسارة، يعني لربما هنالك أرباح أكثر من هذا. هل تعتقد أن التنازل عن دعوة جاء بعد الخطر الكبير اللي استشعرت رؤوس الفساد بأن هذا الأمر سيفتح أبواب جهنم عليهم؟ هو أستاذ من اللي يكشف يعني هاي الطلاسم؟ يعني إحنا ما قدامنا ملفات، يعني هذه يعني أشبه بالتحليل أو التوقع، لكن هو شلون تنكشف هاي الملفات؟ أنت تحتاج إلى أنه المحقق، القضاء، محكمة التحقيق، محكمة الجنايات، أهداف العقوبة الجنائية شنو أستاذ أحمد بالقانون الجنائي؟ الردع والعدالة الاجتماعية. أنت هاي العقوبة كل ما كانت شديدة كلما حققت الردع. الله يقول سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياتنا. أيضا العدالة الاجتماعية، أنت وأني والأستاذ جمعة بنخسر هواي أمور يعني بسبب هذا الفساد، لأنه المجتمع العراقي مو مجتمع طبقي، تحول بسبب الفساد إلى مجتمع طبقي. يعني قانون من أين لك هذا مثلا؟ هذا ما مطبق، ما عندنا قانون من أين لك هذا. بالتالي لو تسمح لي دكتور أستاذ جمعة في سؤال أخير في دقيقة لو سمحت، يعني ما مدى أن يحول الغطاء السياسي دون معاقبة الفاسدين بعد أن يتم كشف هذه القضايا من قبل الرأي العام وتصبح أيضا قضايا رأي عام برأيك أستاذ جمعة؟ تفضل. طبعا بالتاكيد يعني هذا الفساد بهذا الحجم الكبير والهائل لا يمكن ان يكون لولا حاله من التباني فيما بين الفاسدين، يعني اصبح فيك الخصام وانت الخصم والحكم، طبقه سياسيه في غالبيتها فاسده، وكبار الموظفين حكومه تتشكل على اساس محاصصات وعلى اساس مغانم، فبالتاكيد اقصى ما يمكن ان تقوم به ان يذهب الى البرلمان، وهذا ما شاهدناه خلال السنوات الماضيه، يذهب الوزير الى البرلمان ويستجوب كما حصل مع وزير الدفاع السابق، ولم يقتنع البرلمان بأجوبته، ثم يأتي يوم التصويت ولا يحقق الأغلبية بسحب الثقة من هذا الوزير. لماذا؟ لأن القضية هنالك ثمة تباني على الفساد، إذا بقي الوضع على ما هو عليه فلا يمكن أن يحل، حتى القضاء لا يمكن أن يستطيع أن يحل ملفات الفساد، لأن القضاء تقدم إليه ملفات، فإذا ما تم تغطية على الملفات قبل أن تصل القضاء فتسجل القضية ضد مجهول. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمعة العطواني رئيس مركز القوى الدراسات الاستراتيجية أثريت الحوار، والشكر كثير حضرتك الدكتور علي التميمي الخبير القانوني لهذه الإثراءات المعرفية والقانونية. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.